السلام عليكم، معانا النهارده مهندس حسني في احدى المواقع بتاعتنا. هيشرح لنا دلوقتي نظام القواعد بالصندقه، تمام؟ اللي احنا بنحط نقاط، هو يشرح لنا خطوه خطوه ايه اللي تم في المشروع، تمام؟ وبدايه من النجاره. مهندس حسني، السلام عليكم. كيف حالك؟ عايزين نعرف خطوات، يعني اول حاجه احنا استلمنا الارض، ايه المفروض يتعمل اول شيء؟ اول حاجه احنا بعد ما استلمنا منسوب الحفر وتاكدنا المنسوب تمام وعملنا صبه العاديه، تمام، صبه المنطقه هي تمام 10 سم. بعد كده راح المساح جه نزل نقاط القواعد المسلحه، تمام هذا بينزل 3 اركان، تمام، 1 2 3، 3 اركان، تمام، والمدبر بيجيب هو الرابعه بيربع اللعبة. تمام. يبدأ يحط لوح الاتزان التركيز بتاعه، تمام، النقطة يحط لوح الاتزان، تمام يربع القاعدة. نحاول بس نعلي صوتنا يا مهندس حسني عشان خاطر الناس تسمع. طيب، يحط لوح الاتزان، تمام، على النقطة ويأكد القاعدة بتاعته، تمام، بعد كده يوقف بكناب القاعدة، تمام، الويد، تمام، على الـ4 أركان، تمام، فينا شتات اهو، تمام، برضه بيأكسوا هنا، برضه نقط في المخطط، كل ده طبقا للمخطط، تمام، ونقطه نازله على القاعدة، تمام بعد كده بيحط المربوع بتاعه، تمام بعد كده بيصندق القواعد. بس نيجي نشوف القواعد دي، اهي دي متصدقه اهي، تمام. بعد ما بيحط الجوانب بتاعته في المربيع بيستنى لما الحداد يحط الحديد بتاعه، تمام بعد ما ينزل الحديد بتاعه بسكوته كده. الكفر المفروض بيكون قد ايه تحت الارض؟ القواعد 7 سم، تمام، بس في ناس بتحط 5، انا مط... 5 ل7 حسب المخطط، تمام بعد ما الحداد يحط الحديد بتاعه، تمام، يبدا ياكد الرقاب العمودة، تمام، عشان نقدر نحط الحديد بتاع رقبه العمود ارتفاعها بيكون على حسب المنسوب بتاع الدور الارضي ولا لا؟ رقبه العمود بعمل اوفرلاب، تمام زي اللي عندنا هناك دي، زي اللي موجوده هناك دي، تمام الاشاره 60 في الفوت، تمام بيأكس القواعد بتاعته، تمام كده بننزل رقبه العمود، تمام الاوفرلاب زي اللي احنا قلنا كده، تمام بعد كده بنسلم الحديد، تمام، وبنسلم زي كده حطينا هناك اهو القواعد، شايف ايه طبعا؟ دي مرحله القواعد. بعد كده بيبقى في عزل بعد كده، بعد ما اروح احط القواعد ببدا انزل نقط رقاب العمدة برضو. تعال نروح هناك نشوف. ايوه مهندس، معاك يا مهندس. بعد ما صبينا القواعد، تمام، ثاني يوم بنفك، تمام، نحط نقط برضو رقبة العمود هنا 3 نقط، تمام والنجار بيأكس رقبة العمود، تمام كده، تمام، بيعمل 4 جوانب برضو، تمام، الحداد بيجي يركز رقبة العمود حسب منسوب الجريد بيم، تمام، اللي هي الميدة، تمام، أوكي. تمام، بعد ما يعمل الحديد بيجي النجار برضو يقفل الرقبة رقبة العمود، تمام الحديد اللي طلع، تمام، وبعد كده بتصب رقبة العمود، تمام. دي مرحلة القواعد ورقبة العمود. خلاص، ان شاء الله في المراحل الجاية احنا هنحاول نتابع المشروع خطوة خطوة عشان المشاهدين ان شاء الله ايه يستفادوا. شكرا يا مهندس حسني، شكرا.